السلام عليكم واهلا بيكم، معاكم اسامه رضوان. النهارده هنتكلم عن تطبيق اسمه كانفا. التطبيق ده مميز جدا وناس كتير جدا بتستخدمه في التصاميم. النهارده هخليك تستخدم التطبيق ده في تصميم السي في. طبعا كلنا محتاجين يكون عندنا سي في محترف، ولكن ما بنعرفش ازاي نعمل التصميم، ولكن بندور على مواقع كتير وكلها بتكون مدفوعه، وفي الاخر ما بتعرفش تعمل سي في محترف. تعال ندخل على التطبيق. اول ما هيفتح معاك التطبيق هتلاقي حاجات كتير جدا ممكن تصممها، وزي ما انت شايف هتلاقي عندك في التصاميم السابقة كل الصور اللي انا استخدمتها في الصور المصغرة لليوتيوب. طبعا الناس اللي عندها قنوات على اليوتيوب فاهمة انا بتكلم في ايه. بمجرد ما تفتح التطبيق هتنزل تحت هتلاقي فيه حاجات كتير جدا تقدر تستخدمها، ومنها كمان اللوجو ده هنتكلم فيه في حلقة تانية. ولكن لو استمريت على النزول تلاقي عندك الريزومز اللي هي السيرة الذاتية. لو ضغطت على سي اول او المزيد هتفتح معاك كل الصفحات وكل التصاميم بتاعه السي في. ولكن المشكله هنا ان احنا عندنا نسخه مدفوعه وفي نسخه مجانيه. النسخه المدفوعه هتلاقي مكتوب عليها البرو، ولكن احنا ممكن نعمل تصفيه على المجانيه فقط. تيجي على برايس تضغط عليها، بعد كده تنزل تحت تضغط على فري وتعمل ابلاي، وبالتالي كده كل التصاميم اللي قدامك هتكون مجانيه بشكل كامل. اختار التصميم اللي يعجبك واضغط عليه، هيفتح معاك بالشكل ده. تضغط على كاستمايز او التعديل، وبالتالي كده المشروع اتفتح معاك وتقدر تغير على كل حاجة موجودة في السي في وبشكل احترافي. اي حاجة عندك في التصميم بتاعك هتضغط عليها هتلاقي بتتحدد، وتحت بيظهر معاك الادوات اللي انت تقدر تعدل على الاسم او الخط او اللون او حتى الخلفية. طبعا عشان احنا نعمل سي في محترف فاحنا مش محتاجين الاشكال والزخرفه اللي بتبقى موجوده في السي في عشان ما يترفضش من قبل الاتش ار. فانت هتيجي على الدوائر اللي في الجنب وتعمل لها ديليت، ومجرد ما تيجي على الاسم هتلاقي مكتوب تحت عندك الايديت او التعديل، وهتلاقي عندك الفونت الخط، وهتلاقي عندك تعديل الخط والسماكه والكلام ده. تيجي على ايديت وتكتب اسمك، تنزل على اللي تحت وتكتب اسمك وتضغط على دن. زي ما انت شايف في اقل من ثواني اتغيرت الاسم، وتيجي على تكتب البوزيشن بتاعك. وتيجي على الصورة، لو ضغطت ضغطة واحدة هتلاقي تحت مكتوب ريبليس او تغيير. انا مثلا حطيت اللوجو بتاعي، لكن انت تقدر تحط صورة شخصية، والصورة الشخصية طبعا اللي انت بتحطها تكون صورة شخصية بشكل مميز وبخلفية بيضاء. طبعا احنا كده غيرنا الاسم وكتبنا المسمى الوظيفي وغيرنا الصورة. بعد كده تيجي على الجنب وتعمل زوم وتحط رقم التليفون بتاعك، بعد كده تحط الايميل، ومن هنا تحط البلد او المحافظة اللي انت فيها. طبعا اهم حاجة في السي في الاكسبيرينس او الخبرات بتاعتك، فانت تقدر تكتب الخبرات بتاعتك بناء على من القديم للاحدث. يعني تكتب الخبرات القديمة، وبعد كده تكتب الخبرة الحديثة او اللي انت لسه ما زلت عليها. بعد كده تنزل تحت على الاديوكيشن او التعليم بتاعك. بعد ما تيجي على الاديوكيشن تكتب الجامعة بتاعتك اللي انت اتخرجت منها، وبعد تكتب التخصص وسنة التخرج بتاعتك، وكمان ممكن تكتب الجريد بتاعك، التقييم بتاعك اللي انت خارج بيه من الجامعة. بعد كده هتيجي على الجنب وهتلاقي عندك اللغات او اللانجويجز بتاعتك. لو انت بتتكلم انجليش او بتتكلم لغات تانية، طبعا الانجليش احنا دلوقتي عارفين الانجليش بقى خلاص، يعني مبقاش لغة. هو قصدهم هنا اللغات بتتكلم مثلا الماني او بتتكلم اسباني او بتتكلم مثلا فرنساوي بشكل جيد. طبعا انت ممكن الحاجة اللي انت عايز تغيرها بتضغط على edit، ومثلا تيجي على الجيرمن مثلا تمسحها. ممكن تكتب مثلا الانجليش، ممكن تكتب مثلا السبيكينج، وتقول مثلا انت بالنسبه لك شايفه اللي هو جود. ممكن تيجي تحت هنا وتكتب مثلا الرايتنج، وتخليه مثلا بشكل تكتب برضو مثلا اكسلنت. انا بوريك يعني مثال انت تقدر تكتب ايه. يعني طبعا في الخبرات تكتب الخبرات بتاعتك اللي انت مثلا عندك مانجمنت سكيلز، عندك مثلا ترابل شوتينج، عندك مثلا سولفينج بروبلم، عندك مثلا نيجوشيشن، عندك الحاجات دي كلها انت مفروض تكون عارفها. عشان الحاجات دي كلها عشان تكتبها لازم تكون انت عارف الخبرات اللي عندك عشان تقدر تحطها على السي في،
ونصيحة مني ما تأفورش في السي في وتكتب حاجات مش عندك أصلا، لأن أنت لما تقعد قدام الاتش ار فهو شايف أنت كاتب إيه في السي في كويس، وبناء عليه بيعمل معاك الحوار عشان يشوف السي في اللي أنت كاتبه ده أنت اللي كاتبه وحاطط فيه حاجات عشان تملاه، ولا السي في فعلا صورة مطابقة عليك بالشكل العام، الخبرات بتاعتك والكلام والسكيلز اللي عندك. طبعا التطبيق مخلصش على كده، انت ممكن تحفظ السي في بشكل سريع جدا وبجودة عالية، ممكن تحفظه صورة او تحفظه طبعا بي دي اف، وطبعا انا انصح ان اي سي في يتحفظ بطريقة البي دي اف، طبعا بتحفظه بشكل بي دي اف، وده عشان يكون الجودة بتاعته تكون عالية، وكمان لو انت بتقدم على شغل اونلاين تقدر تبعت السي في بتاعك على شكل بي دي اف مش على شكل صورة. لو انت عايز تزود حاجات تانية عندك، اي حاجة عايز تحطها في السي في مثلا، فتيجي على علامة الزائد اللي تحت وهتلاقي تحت في الاخر طلع لك في حاجات تانية زي الاليمنت مثلا، لو انت عايز تحط اشكال او حاجة، ولكن طبعا انا بوريك، ولكن انا منصحكش انك تعمل حاجة بالشكل اللي انا بقوله ده، ولكن لو انت بتصمم اي حاجة تانية فهيظهر لك في اشكال كتير جدا تقدر تحطها، كمان عندك خطوط مميزة تقدر تضيفها، كمان عندك الصفحة نفسها لو ضغطت عليها زي ما انت شايف تحت هو بيقولك اللون ممكن تغيره، ولكن طبعا احنا هنسيبه باللون الابيض، وممكن اللون الكحلي اللي فوق لو انت عايز تسيبه او لو عايز تشيله، لو عايز تغير اللون الكحلي اللي هو عاطي شكل في الجنب فوق لو عايز تشيله طبعا مفيش اي مشكلة. وعشان ما اطولش الفيديو عليكم، ده مثلا شكل السي في في النهاية، وتيجي فوق على علامة الشير تضغط عليها تعمل داونلود، هتلاقي ظهر معاك البي دي اف ستاندرد، هو عامله ستاندرد بي دي اف، تضغط على داونلود وتنتظر لحد ما ينتهي التحميل معاك. طبعا هيظهر لك بعد كده الصفحة دي عشان هو بيقول لك الملف جاهز للحفظ، ولكن اختار المكان اللي انت هتحفظ فيه البي دي اف بتاعك. هدخل عندي في الملفات والداونلود هلاقي السي في بتاعي موجود بشكل احترافي وبجودة عالية جدا، ولو دخلنا على المعلومات هتلاقي الملف عندك بجودة بي دي اف، تقدر تشيره تقدر تبعته على الايميل، تقدر تقدم في اي وظيفة انت محتاجها دون اي تعب او مجهود. بس كده مش عايز اطول عليكم الحلقة، ده كان شرح بسيط جدا وسريع عن طريقة انت ازاي تعمل سي في بشكل احترافي وكمان مجاني، او انك تدخل على مواقع كتير جدا عشان تعمل سي في، وفي الاخر تيجي تحفظ الملف، في الاخر تلاقي الملف بتاعك بعد ما تعمل سي في، انا عشان حصل معايا التجربة دي، في الاخر تيجي تحفظ الملف هتلاقي في الاخر بيقول لك لا عشان تحفظ الملف لازم تدفع رسوم عشان احفظ لك الملف، ولكن زي ما انت شايف انا حفظت الملف بي دي اف بشكل سريع ومجاني وبدون اي تعب. وفي الاخر لو عجبتك الحلقة والمجهود ما تنساش اللايك والسبسكرايب، وادخل عندي على المحتويات اللي فاتت اكيد هتستفيد. شكرا ليكم، اشوفكم على خير، كان معكم أسامة رستم، سلام عليكم.